قادوا يتخبى حتى جبش تشدوا بعد فمني الباع يصطاد ويهرب حتى جبش تشدوا. البابا غا كذلك، البابا غا خبير يعرف وقتاش يروم العبد ويعرف وقتاش يتيري على العبد. ياسين الفيل زين، لا الفيل مش ذكي، الفيل بهيم، الفيل يعفس ويتعدى، الفيل خدمته يعفس ويتعدى. عندك الفرس، الفيل، القرش، القرش هذوما مش ذكية، هذوما يعفس ويتعدى. فما الحيوانات البرية، فما الحيوانات الحشيشية، وفما الحيوانات الفضائية، وفما الحيوانات المائية. يعني كل واحد وخبيثة، فما ربي على الحيوان أعطاه خبيثة، وفما اللي أعطاه بهذا. فهمني مثلا شكون أعطاهم ربي البهيمة؟ السيد بهيم أما قوي، السيد بهيم أما قوي، السيد بهيم، الفيل بهيم، الفيل بهيم، الحنش بهيم، خاطر عايش نقول لك عليه بهيم الحنش، خاطر الحنش كي تحط له كمين، تحط له كمين يمشي ما يخممش اللي كنت ناصب له نصب، يمشي ياكل ويتصطاد، هذاك يسمى بهيم. العصفور بهيم، العصفور كذلك تحط له طعم يهبط ياكل يتشد. الاسد كذلك، اسد تحط له غزاله تصطاده تك. فهمني الضباع ذكي، الضباع يكبدي قبل ما يعمل حاجه، البابا غير خبير. اللي قلت لك عليه انك هذاك خبيث لازمك تفهم صح. البهيم ذكي، قالت البهيم اللي تضحك عليه انت، البهيم اللي يركبوا عليه العباد اذكى حيوان. صحيح مسمي له بهيم، اما هو بهيم ذكي. علاش في الكوميك حاطين له الحكيم؟ في ضيعة محروس حطوا البهيم هو الحكيم، على خاطر البهيم في الدنيا بالرسمي حكيم. ميالا غالب مع العباد يردوا بهيم، هو حكيم مع الحيوانات، اما العباد ردوا بهيم. قال غالب سموه البهيم، هو كان حيوان ذكي اسمه الحكيم، ربي كي خلقه حلقه حيوان حكيم. العباد ردوا بهيم، شايفين اسم بهيم. فهمني هذاك انا نقول لك البهيم هو ذكي، وذكي هو البهيم. عصرنا طوع هذاك، انا نقول لك عصر طو البهيم هو ذكي، وذكي هو البهيم. هذاك على طول البهيم يعقبها على ذكي، وذكي يطيح في النصب في البهيم. لازم تتذكر صح.